يشريوني شي فرقة عالمية ديال الهيت وخلي البلدية. فأنا بغي نقول الأخوات والإخوان اللي غادي نوجه لهم بالتهنئة وبالشكر وبالتوفيق هما الجمعيات المجتمع المدني. أنا بغي نقول لكم هاد النسخة الثامنة ماشي سهلة. نهار اللي جينا بدتنا فكرة ديال أنه ما نديروش يوم 8 مارس، فقلنا نبدعو نخرجوا من هذا التقليد ديال نهار واحد نديروا محاضرة والسلام. فجات الفكرة من عند الأخوات والإخوان وقالوا نديروا واحد ثلاث أيام مهرجان، وبدينا نقلبوا على الاسم ديالو لقيناه كيتلاقى مع الربيع وسميناه ربيع النساء القنيطري، اللي قلنا غنديروا فيه الأخوات المستشارات ديال الجهة نعيمة بغورمي والأخت رشيدة الوداني يطلعوا قدام شي شوية يعرفوكم الأخوات المستشارات ديال القنيطرة اللي كاينين في الجهة. و طبعا هذيك الساعه قلنا طيب واش المجلس البلدي شنو الدور ديالو، فمشينا في الاتجاه ديال ان المجلس البلدي يحط شويه ديال الفلوس. طبعا كيتقام علينا شي شويه ديال الفلوس، ومن بعد الى سولتونا بحال كيتقام غادي نقول لكم ان شاء الله. شكرا سيد Les princesses maintenant, s'il vous plaît, vos applaudissements, s'il vous plaît, vos encouragements à la fois marocaine, aux petites filettes, elles sont là devant nous, avec leur audace, elles sont audacieuses, regardez-moi cette beauté, oui. La Asafir est hadira ma'ana tabadhan, bi mitoujatiha nisaïa. Na'am, marhaba. طيب سيدة فاطمة مرحبا بك في رحاب هذه الجماعة، مرحبا بك في القنيطرة. طيب هذا لباس خاص بالمنطقة، هل نستطيع بعض الشروحات حول اللباس أو كيف يصنع أو لماذا يصنع؟ انك من بين الناس اللي كيشجعوا على مهرجان ربيع القنيطره النسائي، بغينا نعرفوا سيدي بماذا يتميز مهرجان في دورته الثامنه على الباقي سنوات الاخرى. اولا التميز الاول هو الاصرار على تنظيم هذا المهرجان، لانه ليس سهلا ان تنظم مهرجان كل سنه، وخاصه اذا تعلق الامر بالمراه. يعني لانه فاحنا قررنا منذ يعني اكثر من 7 سنوات باش يكون مهرجان المراه وليس فقط 8 مارس،
وحاولنا ما أمكن بالاستشارة مع المجتمع المدني النسائي بالخصوص أنها تكون 3 أيام، نحرص كل الحرص على أن تكون إبداعات، أن يكون حضور للمرأة، أن الجمعيات هي اللي كتوضع البرنامج، ثم أيضا أن تكون مناسبة لعرض واحد العدد ديال الإبداعات. كتلاحظوا اليوم كاين 3 ديال الإبداعات نوعية. أولا الإبداع الأول وهو لباس تقليدي عرض من خلال الفتيات وأيضا من خلال النساء، سواء اللباس التقليدي يعني المعروف كالقفطان أو اللباس التقليدي اللي كاين على مستوى درعة فيلالت. ثم الإبداع على مستوى الإنتاج، كتلاحظوا بأن المرأة عندما فتح أمامها آفاق أبدعت وأنتجت. كتلاحظوا الآن التعاونية ديال الصناعة التقليدية وديال ما يسمى بلي برودوي تيروار، يعني المنتوجات ذات الطابع الاجتماعي، وكنعتقد تيخصنا هذا الشيء نهتموا به. أن نتمنى باش إذا كان ممكن أنه إن شاء الله القسم الاجتماعي أن ننظم يعني واحد المعرض ديال 3 أيام فيه الإبداع النسائي في مجال يعني الصناعة التقليدية وغيرها، وغيكون أكيد مهم. ثم الإبداع الذي يعني جميل جدا وكنتمنى وهو هذا المعرض ديال اللوحات التشكيلية لمجموعة من النساء، وأيضا حاضرين معهم رجال طبعا ما كاينش فرق، واللي فيها تعابير مختلفة حول الأمل، حول المستقبل، حول المشاكل اللي كتعيشها المرأة إلى غير ذلك، وهذه إبداعات. فإذا سنعيش أيضا في آخر هذا الشيء إبداعات نسائية في مجال الفن، فإحنا حرصنا باش يستمر هذا المهرجان وهذا التميز الاول. التميز الثاني اننا استدعينا واحد العدد ديال المدن، كاين حضور مكثف على مستوى يعني الصحراء، يعني من درعة فيلالت من الجنوب حتى العيون، ثم كاين حضور من المراه القرويه وهذا شيء مهم، كاين ضيوف، كاين حضور ايضا للابداع الافريقي وللافريقي، ثم كاين حوارات اللي غتهم حول موقع المراه في التنميه المحليه واللي غتكون من خلال الندوه. انا كنعتقد بانه حتى التنظيم يبدو انه مختلف تماما، وانا اعجبت طريقة التنظيم كنظن نحرصوا عليها لأنه كتسمح باش الجميع أنه يشاهد هذه الطريقة ديال التنظيم، ثم حتى اللي يقدموا كانوا في المستوى. أنا كنظن هذا واجب أننا نستمروا في هذا المهرجان. الفكرة اللي اقترحت على الإخوان والأخوات اللي هما مسؤولين في المجلس هو أن نملأ السنة بكاملها، عندنا 12 شهر، إذا تمكننا يكون عندنا 12 المهرجان. عندنا الآن مهرجان نسائي، عندنا مهرجان الطفولة، عندنا مهرجان الاحتياجات الخاصة، عندنا المهرجان اللي هي ليالي رمضان، عندنا مهرجان اليتيم، الآن عندنا مهرجان فنون الحرب. أعتقد كاين مقترح ديال المهرجان ديال إبداعات الشباب، يعني ويمكن إن شاء الله تكون عندنا 12 مهرجان. ثم كاين المهرجانات اللي داروها جمعيات، انا اعتقد كاين مهرجان السينما، كاين مهرجان المسرح، فكنظن اذا استطعنا نديروا 12 مهرجان متميز خلال السنه بدعم مجلس بلدي ومن شركاء اخرين سنملا الزمان، ثم ايضا في نفس الوقت سنملا المكان، لان هذه المهرجانات يعني تهم يعني كل مدينه القنيطره. هذا كله اكيد سيد عزيز الرباح ان اللمسه ديالك في مدينه القنيطره كانت مثمره، واللي كنشوفوا ان مدينه القنيطره غادي بها نحو تكون مدينه سياحيه بالدرجه الاولى. لا انا كنظن انا ما عنديش تخوف على مستوى مجالات معينه، مثلا في مجال التعمير والسكن كاين واحد الطفره كبيره جدا في مدينه القنيطره، ومازال عندنا العقار. في مجال الصناعي سواء صناعه السيارات او الصناعه الغذائيه، وقنيطره والنواحي ديالها فرضت نفسها وتحولت الى ثالث وجهه صناعيه، لكن اللي كيهم الان هو كيفاش نحولوا مدينه القنيطره الى مدينه الخدمات، خدمات رياضيه سياحيه يعني الترفيه. وانا كنظن هذا الشيء غادي ينجحوا ان شاء الله، لان كاين واحد العدد الاستثمارات الحمد لله اللي انطلقت ستسمعونا عنها قريبا، يعني استثمارات في المجال السياحي، في المجال الرياضي، في المجال الترفيهي، واللي غتخلي القنيطره انها وجهه مفضله يعني على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. هناك اقبال من شركاء دوليين، قبل ايام كان عندنا وفد كبير من ايطاليا فيه رجال الاعمال، وكان فيه اكثر من 14 اعتقد عمده مدينه من ايطاليا. قريبا سنستقبل ايضا يعني من مدن اخرى. الان كاين اقبال على مدينه القنيطره، هذا صحيح أن المنتخبين الحاليين عندهم تصور وعندهم فكر وعندهم رؤية وعندهم إصرار، وبالتالي نقلوا مدينة القنيطرة من الهامش إلى وسط الاهتمام، ولكن بفضل الأطر والكفاءات وبفضل الشراكة اللي عندنا مع المجتمع المدني. أنا اللي كنطلب طبعا من وسائل الإعلام وهو أنها كما يكتبون عن بعض السلبيات وهذا دورهم حقيقتهم، أن يكتبوا أيضا عن الإيجابيات. يؤسفني أن في الأشياء الجميلة لا يحضر إلا القليل من وسائل الإعلام رغم الدعوات ديالهم، ولكن عندما تكون أشياء قبيحة يتسابقوا عليها. أنا كنت تعتقد من العدل أن يكون حضور كل ما هو إيجابي وأن نبينه وأن نبين أيضا ما هو سلبي كمان ولله. أكيد أعمالكم هي شهادة لكم، وشكرا جزيلا. نعمان عبد الكريم، مدير مؤسسة ناسي للتنمية والبيئة والعمل الاجتماعي. احنا تنشاركوا في هذا المهرجان التنمية النسائي هنا بمدينة القنيطرة مع جميع النساء المغربيات اللي جاوا من أنحاء المملكة المغربية الشريفة
اللي جاوا من الاطلس ومن الجنوب وخصوصا صوص درعا. في الحقيقه هذا المهرجان هو اللي جمع لنا هاد النساء وجاوا اللي قدموا لنا واحد المنتوجات مجاليه ديال المغرب، هاد المنتوجات اللي تساهم في التنميه الاقتصاديه بلادنا. فاحنا استاذي باش تميزت المشاركه ديالكم؟ احنا تميزت بالمشاركه ديالنا، اولا تنشكرهم لان هاد جميع النساء ديال المهرجان وجميع الاعضاء ديالو كانوا يشاركوا مع مؤسسه نفسيه في المهرجان الدولي لتوت الارض، وتنشكرهم بزاف لانهم نجحوا لنا هذا المهرجان. فهذا هو الجليل جميل الرد لهم هذا الجميل. حنا شاركنا معهم بواحد المنتوج محلي ديال الغرب وهو توت الارض الفراوله، كما تتلاحظوا هذا توت الفراوله اللي واحد يلعب واحد دور اقتصادي في المغرب، اللي تخدم واحد اليد العامله وخصوصا اليد العامله النسائيه اللي تخدم 70% من المراه العامله في الحقول، كذلك اللي تجلب واحد العمله للمغرب وهذا اللي تمتاز بواحد الجوده عاليه. وهنا قدمنا واحد في هذا المهرجان قدمنا واحد الخريطه ديال افريقيا، كما لاحظتوا خريطه افريقيا من حبات فاكهه توت الارض اللي بغينا احنا هذا توت الارض يمشي لإفريقيا. شكرا جزيلا أستاذي. إفريقيا الحبيبة. شكرا.